طريقة تقطع فيها البصل بدون ما تدمع عيونك ولا يكون شكلك مضحك. لا تشيل هم. المرة الجاية حط البصل في الفريزر لمدة 15 دقيقة قبل ما تقطعها، وحتلاقي الأمور ما يبغى لها دراما. بس أهم شيء لا تسيبها أكثر من 15 دقيقة عشان ما تصير قاسية. ودحين خلينا نكمل تقطيع بصل وشوية جزر عشان نعمل شوربة العدس البني. المدة 90 دقيقة والطريقة سهلة. الجزر مصدر لفيتامين ألف ومفيد للبشرة. أكل الطماطم المطبوخة بيساعد في الحماية من أشعة الشمس، لكنه ليس بديل عن واقي الشمس. في العصور الوسطى كانوا بيعتقدوا أن الكمون يمنع الأحباء والدجاج من الهرب. الكزبرة تساعد في عملية الهضم. العدس انذكر مو بس في القرآن، كمان في التوراة في قصة أخو سيدنا يعقوب لما تنازل عن زعامة العائلة مقابل شوربة عدس. قديماً كان يعتبر العدس لحم الرجل الفقير، واللي ما يقدر يشتري سمك أو لحوم يأكل عدس لأنه مصدر للبروتين. يعتقد العلماء حسب دراسة حديثة إنه العدس يمنع من ارتفاع ضغط الدم اللي يصير مع كبر السن، وكمان يقدر يعيد صحة الأوعية الدموية المتضررة.